هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تلقى مساء أمس اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، نقل إلى جلالتي صادق تعازي ومواساة أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بوفاة سمو الشيخة عائشة بن سلمان بن حمد الخليفة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته. وقد عبر حضرة صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لأخي صاحب الجلالة العاهل المغربي على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة.